زعلانة منك يا سعد. بيبو؟ أفا بيبو؟ تبي الصج حلوه حلوه. ده أمر مفروغ منه، خلينا في الجديد. ليه مش بتسأل عليا وعلى ضناك؟ يا عمري إيه تدرين أنا أحبك وأموت فيك وكل شيء، بس مطلوب وعلي الغاقب، يعني يديت أنا كلبوك أدش الحضرة ترضينها؟ لا أنا ما رضلكش الحضرة، لكن لو غربانيات أحلى واسعة. يعني أنت مقربة من قبل؟ لا لا خالص مقربة. إيه وأنا عمري لو ما أحبك ما يفتك. أقول أنت ولا تحصين أحسن من أخوي كشخة ورزة وجميل إيه؟ وما شاء الله عنده علامة جمال ما تحصلينها عند أحد، الشامة. وأنا يعني هنا علامة إيه الاستهبل؟ مش شايفة البوكس اللي أنا واخده في دماغي؟ ما هي الشامة هي حبيبتي قدامك منورة ومتنقرة أهو. أخوك أول ما شافها قال لي تعالي بينا على المأذون عشان تخش العيلة، عيلة الشامة. في إيه بقى؟ في إيه بقى؟ وبعدين يا حبيبتي سيبك بقى من الجمال. ها شوفي بقى الجدود، جدي الله يرحمه كان عالم ذرة، أكبر ذرة. نعم انتي مو قلتي أنا يدي باشا؟ متى صار عالم ذرة؟ ما هو جدي التاني الله، هو كل واحد فينا له اتنين جد، حتى أنا كمان ليا أزيد، ليا أربعة، في الكل واحد واحد احتياطي. في ايه يا سعد؟ ذره منو؟ ذره شنو؟ انت مبين من شكلك حتى شهاده متوسطه ما عندك.